في جميع مقوماته ما عليه التيار الوهابي في بلاد الحجاز. نحن نرفض التشدد ولا ندعو إلى التشدد، لأن التشدد لا يأتي بخير، التشدد يأتي بالشر، يأتي بالعنف. هؤلاء الذين يقتلون الناس ظلما وعدوانا، هل هم مسلمون؟ أبدا. هؤلاء الذين ضربوا في نيويورك وضربوا أكثر من 4000 شخص ويتبشحون بهذا، هل هم مسلمون؟ والله ليس لهم نصيب في الإسلام. وإن كان هؤلاء الذين قتلوا نصارى ويهود، هؤلاء أبرياء، أبرياء. الإسلام الآن لا نستطيع أن نذهب إلى دولة غربية، في مطارات هذه الدول يعاملوننا معاملة قاسية، يبحثون ويفتشون في كل شيء. وهذه من حسنات بن لادن ومن حسنات الظواهري ومن حسنات هؤلاء الكلاب الذين أظهروا الإسلام بمظهر بعيد كل البعد عن تعاليم هذا الدين وأخلاقه ومبادئه. ديننا سمح، ديننا يدعو إلى التعامل والتسامح والتآخي، هذا هو الدين الإسلامي. ترونها جيدا؟ الحمد لله. الله يفتح عليكم في العلم والمعرفة إن شاء الله، بالعلم والمعرفة إن شاء الله، إن شاء الله تكونوا كبار علماء كبار إن شاء الله. الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، الله يحفظكم، الله يفتح عليكم إن شاء الله بالعلم وبالمعرفة وبالخير إن شاء الله. الله يفتح عليكم بالعلم والمعرفة والخير إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله تعالى سيكون هذا إن شاء الله. سيكون قريبا إن شاء الله. آمين. شكرا. شكرا. تفضل. تفضل. السلام عليكم. كل الخير إن شاء الله. بالعلم والمعرفة إن شاء الله. إن شاء الله. بكل الخير وبالعلم والمعرفة وبالخير إن شاء الله. بكل الخير بالعلم بالمعرفة ما تريدين إن شاء الله. كل الخير بالعلم بالمعرفة بالأخلاق بكل ما تريدين إن شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظكم إن شاء الله. بالعلم والمعرفة إن شاء الله تعالى. شكرا. ترونها جيدا؟ الحمد لله. Sudah pecat. Alhamdulillah selesai sudah agenda suan-suan yang pertama. Bertempat di rumah Syekh Fadhi Genun, beliau adalah Mukaddam Tarekat Rijaniyah. Acara hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Dihadiri pula Mustasyar Bacaan Maroko, Mas Alfian dan foto di situ keren banget, kayak orang itu.